الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، له الحمد كله أوله وآخره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قصة الصحابي. في هذه الحلقة نتناول قصة إحدى أمهات المؤمنين، إنها زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية، وهي من المهاجرات وممن تقدم إسلامها رضي الله عنها. أسلمت مع أهلها فأوذوا وهاجرت مع أهلها إلى المدينة، وكان من شأنها أنها رضي الله تعالى عنها تقدمت في الخير والبر والإحسان، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لحبه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وكان من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه كان مولا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تقبل رضي الله عنها، فقال لها انكحيه. فلما تمنعت رضي الله تعالى عنها ألح عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت فتزوجته، وبقيت مع زيد ما قدر الله تعالى أن تبقى من الزمن. ثم إن زيدا رضي الله تعالى عنه طلقها، وقد جاءت قبل ذلك، قبل وقوع الطلاق، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو شيئا بينها وبين زيد، وكان يصبرها كما كان يأتي زيد رضي الله تعالى عنه يريد الطلاق فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك. وقد أخبر الله تعالى رسوله بأن ستكون زينب زوجة له، ولذلك قال جل في علاه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه تبناه فكان ابنا له ويسمى زيد بن محمد، حتى جاء ما ألغى التبني كما قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فألغي حكم التبني وأصبح زيدا، وأصبح زيد كسائر المؤمنين صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له خاصية من حيث البنوة التي كانت أولا قبل إلغاء حكم التبني. المقصود أن زيد رضي الله تعالى عنه لم تستمر أموره مع زينب على نحو من الوفاق فطلقها، ثم إن زينب لما قضت عدتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أن يعرض على زينب الزواج منه. طبعا هذا خلاف ما كان شائعا في الجاهلية من أن الرجل لا يتزوج زوجة متبناه إذا فارقها، بناء على أنه يأخذ حكم البنوة، وقد ألغى الله تعالى البنوة بين زيد والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. المقصود أن زينب لما جاءها زيد يعرض عليها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أرد شيئا حتى أؤمن ربي، فاستخارت، وفي أثناء استخارتها أنزل الله تعالى الحكم الذي لا مجال فيه لمؤمن ولا مؤمنة أن يرد، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب ولم يكن بعقد كسائر زوجاته، ولم يكن بمهر كسائر زوجاته، بل بتزويج الله تعالى
لها، وكانت رضي الله تعالى عنها تفتخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما خصها الله تعالى به من أن الذي زوجها هو الله جل في علاه، فكانت تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها امتازت بمزايا عظيمة، فكانت ذات تقوى، كانت ذات إحسان، كانت ذات صبر، كانت ذات انفاق، كانت ذات مسابقة وتجلد في الخيرات والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها أثنت عليها ثناء فقالت ما رأيت امرأة قط في الدين كزينب، ولا أتقى لله منها، ولا أسرع في الخير والإنفاق منها، فأثنت عليها ثناء واسعا. كانت رضي الله تعالى عنها من خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم قربا منه، ولذلك كانت تسامي عائشة في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قريبة المنزلة من عائشة في الحب رضي الله تعالى عنهن جميعا. زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت على غاية التقوى والإيمان، حتى إنه لما وقع ما وقع من حادث الإفك التي رميت فيها عائشة بما برأها الله تعالى به من الزنا رضي الله تعالى عنها، سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشاع المنافقون ما أشاعوا عن عائشة، فقال هل رأيت أو سمعت، هل رأيت أو سمعت، أو ما رأيت وما سمعت، فقالت أحمي سمعي وبصري لم أعلم إلا خيرا، مع أنها ضرة وكانت تستطيع أن تقول مقالة موهمة، لكنها حمت سمعها وبصرها عن أن تقع في عائشة بشيء مما رماها به المنافقون. المقصود أنها رضي الله تعالى عنها كانت على تقوى وإيمان وبر وإحسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه إن أسرعكن لحاقا بأطولكن أطولكن يدا، فكن رضي الله عنهن يظنن أن ذلك بالنظر إلى طول اليد، فكن يتطاولن الأيدي، وكانت زينب قصيرة فلم تكن يدها بالطول الذي تسبق به غيرها، لكنها كانت رضي الله تعالى عنها ذات إنفاق، وهذا الذي كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم هو أن طول يدها بكثرة إنفاقها، فكانت أسرع أزواج النبي، كانت زينب أسرع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. توفيت سنة 20 أو سنة 21 في خلافة عمر رضي الله تعالى عن الجميع. هذه نبذة مختصرة عن خبر هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم قصة صحابي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.